أخبار اليوم. كانت مفاوضات سد النهضة، وأنا شايف إن المصريين الموضوع ده قلقهم قوي، وأنا أعذركم، هو صحيح المية حياة أو موت مفيش كلام، بس إحنا بنتعامل مع المواضيع دي زي ما اتفقنا معاهم مع أشقائنا الأسيويين من الأول. إحنا قلنا إن إحنا بنتفهم إن هم عايزين يعيشوا زي ما إحنا عايزين نعيش، وإحنا نساهم في كده ونقبل كده، وكمان هم أكدوا لنا، والتأكيد هنا مش لازم يتكرر كل شوية. إحنا في تفاوض بيننا وبين بعض عشان نحقق المصلحة المشتركة بيننا، لكن أنا بجد إن أهلنا المصريين يعني قلقانين من الموضوع ده قوي. أنا معاكم في القلق ده، لكن عايز أقول لكم اطمئنوا، الأمور ماشية بشكل جيد وبشكل مطمئن، وأنا ما ضيعتكمش قبل كده عشان أضيعكم تاني. ما ضيعتكمش قبل كده عشان حد يعني، خلي بالكم ما ضيعناكمش قبل كده ومش هنضيعكم يعني، فكل الخير إن شاء الله.